السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم في الكورس ده عن مشاكل الانجن او المحرك، الاسباب والعلاج. في المحاضرة الاولى هنتكلم فيها عن عدم دوارة المحرك، وعن عدم دوارة المحرك نهائيا بالمرة، وعن ان المحرك بيدور وبيبطل. يلا بينا نشوف الكورس. اول حاجة عدم دوران المحرك بالرغم من ان مفتاح الكونتاك فاتح، يعني في اشارة كهرباء واصلة والطبلون منور والماء بتدي المكنة بتعمل لها عملية كرانكينج او بتلفف المكنة، المكنة مش راضية تلف والمحرك ما بيدورش. ايه هي الاسباب؟ انخفاض فولت البطارية، بطارية نايمة، مشكلة في اواطيش البطارية، في تهريب مش مربوطة كويس، مشكلة بضفيرة المحرك او الوصلات اللي رايحة للمرش، مشكلة باوتوماتيك المرش، مشكلة بالمرش نفسه، المرش اللي هو السيلف عشان اخواننا اللي في الخليج، المرش اللي هو السيلف، مشكلة بحساس ضغط الزيت، مش حساس الكرانك او الكامة، مشكلة باي حساس مربوط على كارتة المحرك الاي سي ام. تمام، دي هي الاسباب اللي تؤدي الى عدم دوران المحرك بالرغم من ان مفتاح الكونتاك فاتح. طب ايه هي الاجراء او العلاج؟ هندي للمحرك توصيلة، وحنشحن البطارية، نحطها على التونجر تشحن، ونجرب دار المحرك تمام، ما دارش هنعمل عملية استبدال للبطارية، نجيب بطارية تانية سواء كانت 80 او 100 امبير او 150 امبير او على حسب. هنستبدل الاواطيش لو كانت الاواطيش تلفة، وهنعمل لها عملية ربط اذا كانت المسامير بتاعتها مهوية او كانت مملحة. هنفحص طبعا المكنة باي جهاز فحص اعطال او كشف اعطال، وهنحدد ايه نوعية الحساسات اللي بايظة، وهنستبدل اي قطع تلف. تمام، طيب نيجي للمشكلة التانية، عدم دوران المحرك بالرغم من ان مفتاح الكونتاك فاتح. ممكن تكون الاسباب ايه؟ مشكلة داخلية بالمحرك تمنعه من الدوران، المكنة ماسكة هارد كرانكينج، يعني انت بتيجي تدي المرش لفة او السلف لفة والمكنة مكتفة مش راضية تدور. معنى كده ايه؟ ايه هو الاجراء او العلاج؟ بيتم فك الرشاش من المكنة وعمل دوارة والكشف عن وجود مية اعلى البيستم. اذا وجد مياه فمعنى ذلك ان الشميز به ثقب او مخروم ولابد من فك المحرك. ايه يعني الكلام ده؟ يعني الشميز اتخرم فالمية جت فوق راس البيستم، ومعروف ان المية غير قابلة للانضغاط، فتيجي حضرتك تدور المحرك، المية مش راضية تضغط ومحبوسة في مكان ضيق فوق راس البيستم، فالمكنة تحس ان في فرمال على المكنة، فعشان نكتشف ان في مية ولا لا بنفك الرشاش وندي عملية ايه؟ لف الدوارة كده، فلو نطرت مية من مكان الرشاش يبقى فيه فعلا مية والشميز مخروم ولابد ان انا افك المحرك في الحالة دي. طيب في الحالة التانية اذا لم توجد اثار مياه وما زالت عملية الدوران مستحيلة وصعبة، اذا في مشكلة بقى داخلية بالسبيكة والبساتم ولابد من فك المحرك او الماكينة. يبقى لو المكنة ماسكة على هارد كرانكينج والمكنة قافشة بمعنى اصح، لابد ان انا بكشف بطارية ان انا افك الرشاش واشوف، واذا كان الكلام ده مش موجود ومفيش مية والمكنة زالت المكنة برضو ماسكة، لابد ان انا افك واشوف الدنيا ماشية ازاي جوه. طيب المشكلة اللي بعد كده، المحرك مش عايز يدور بالمرة، حضرتك بتدور والمكنة مش عايزة تنطق بالمرة، ايه الاسباب؟ لفة الدوارة بطيئة، فلتر الجاز مكتوم، وصلات الجاز مكتومة او بها اعوجاج او كسر، في هواء في دايرة الجاز، ضغط الجاز واطي. الاجراء او العلاج، بغير فلاتر الجاز، بنظف وصلات الجاز وبشوف هل في وصلات مكسورة ولا لا بيتم استبدالها، باخد هواء الدايرة تمام من اي طب على ترمبة الجاز او اي وصلة من الصامولة على وصلات الجاز، بهويها وبكارك بالكركة لغاية ما الهواء بيطلع. في بداية التشغيل ضغط ترمبة التغذية اللي هي الترانسفير بامب بيكون حوالي 20 بي اس اي، يعني تقريبا 140 كيلو باسكال، الضغط ما يقلش عن القيمة دي، لو قل عن كده بنشيك على بلف كنترول الجاز. إذا كان البلف بتاع كنترول الجاز ده فيه مشكلة بيتم استبداله، ولو برضه المكنة مش عايزة تدور يبقى معنى كده بنستبدل ترمبة الترانسفير بامب إذا دعت الحاجة لذلك أو ترمبة التغذية.
المشكله اللي بعد كده المحرك برضو مش عايز يدور بالمره، المكنه مش عايزه تنطق خالص. ايه هي الاسباب؟ مفيش جاز بيوصل لغرف الحريق، الجاز المستخدم رديء او به شوائب او به رواسب مش نظيف بمعنى صح. الجاز اللي هو السولر يعني عشان بس تبقى الامور واضحه، السولر سيء. توقيت الحقن بتاع طرمبه الجاز مش مظبوط او وحدات الحقن، تمام. طب ايه هو الاجراء؟ بستبدل الجاز الرديء او السيء، تمام، بجاز نظيف، وباخد هواء الدايره وبغير فلاتر الجاز، تمام، وبضبط التقسيمه وتوقيت الحقن. المشكله اللي بعد كده المحرك بيدور ويبطل وبيطلع دخنه سودا. ايه هي الاسباب؟ ضغط الجاز ضعيف ومنخفض، في خلط سولر مع زيت، في خلط سولر مع زيت تم، وخلط السولر مع زيت ده بيكون اسبابه زي ما هيبان بعد كده ان اوسيل طرمبه الجاز فيه مشكله، او الاورنجات بتاعه الرشاشات فيها مشكله. طب الجاز او السولر لما يخش مع الزيت هيعمل ايه؟ هيؤدي الى ان ضغط، هيؤدي ان في استهلاك سولر كتير، وهيؤدي الى ان ضغط الجاز هينزل، لان الزيت كده هيعتبر هيتحلل، يعني بقى لان معروف ان كثافه الزيت اعلى من كثافه السولر. لما يختلط السولر بالزيت يبقى الزيت. الاجراء بتاكد اولا ان في جاز بتانك الجاز، بشوف ضغط طرمبه التغذيه ما يقلش عن 20 بي اس اي او 140 كيلو باسكال، بغير فلاتر الجاز وباخد هواء الدايره بتاعه الجاز، وبشيك على مواسير الجاز وتهريب جاز، في جاز بهرب في الدايره ولا لا، وبشيك على بلف كنترول الجاز، واذا تم عمل ما سبق وبرضه المكنه ما ضرتش بغير طرمبه التغذيه اذا دعت الحاجه لذلك. طيب المحرك بيدور وبيبطل وبيطلع دخنه سودا مع صوت ساكع، فيه تحس ان في صوت ايه ساكع كده، المكنه عماله تسكع. الاسباب: هواء بدايره الجاز، تهريب جاز او وصلات مكسوره بين طرمبه الحقن والرشاشات او طرمبه الجاز والرشاشات، ومشكله بظبط التكهات، يعني المكنه عايزه تظبط تكهات. الاجراء: اخذ هواء دايره الجاز، تغيير وصلات الجاز، ضبط التكهات حسب الكتالوج. الهواء ليه ظبطه رقم معين بالفيلر، والعادم ليه رقم معين برضه بفيلر العادم، ودايما بظبط ان العادم بيبقى اكبر من الهواء، تمام، حسب الكتالوج ما بيقول لي، وكل مكنه لها نظام في ظبط التكهات بتاعتها. طيب المحرك المكنه بتدور وبتبطل وبيطلع دخنه سودا برضو مع صوت سكع. الاسباب: مشكله بالرشاشات وطرمبه الحقن او طرمبه الجاز، خلل في تقسيمه الحقن بتاعت طرمبه الجاز او وحدات الحقن. الاجراء: يتم الكشف على كل رشاش عن طريق ان انا بهوي الصاموله بتاعه الرشاش في كل رشاش، وبشوف هل في تغيير في صوت المكنه ولا لا. لو حصل تغيير في صوت المكنه معنى كده ان الرشاش شغال، لو ما حصلش تغيير في صوت المكنه وصوت المكنه بقى زي ما هو معنى كده ان الرشاش قاطع، تمام. طيب في حاله ان انا تبين ان انا عندي رشاش من دول بايظ، بودي الرشاشات وطرمبه الجاز للورش المختصه بعمارات الديزل، بظبط تقسيمه حقن المحرك حسب الكتالوج. دايما في ظبط تقسيمه الوحده المحرك او طرمبه الجاز دايما براعي ان بيستم رقم واحد بيكون فوق في شوط الحريق في النقطه الميته العليا اللي هي التوب ديت سنتر. بالنسبه للمكن الحديث اللي هو مربوط بوحدات حقن الكتروني، بيتم التشخيص بجهاز الالكترونيك تكنيشن، ذلك كتربيلر او اي جهاز كشف اعطال للمحركات الايه الاخرى، وكل اللي هو بيعمله انه بيخش يعمل حاجه اسمها السلندر كتاوت تيست، بيخش يقطع الجاز عن كل رشاش وبيقيس هنا ضغط الجاز وبيشوف كل رشاش من دول شغال مظبوط ولا لا. في حاله ان تبين ان الرشاشات مش مأديه الغرض بتاعها او ما بتديش الضغط بتاعها، واتاكدنا ان فعلا الرشاشات بايظه، فبنشوف هل الرشاشات دي يجدي معاها اصلاح ولا لا. في حاله انه يجدي معاها اصلاح بيتم اصلاحها، وفي حاله انه لا يجدي معاها اصلاح وخصوصا الرشاشات اللي هي كهرباء بيتم استبدالها برشاشات اخرى. ده بالنسبه للرشاشات اللي هي العاديه اللي هي الحقن العادي اللي هو الرشاشات العاديه اللي هي البنسل طيب القديمه، وما زالت برضه الرشاشات القديمه مستخدمه في كثير من المعدات.